الله أكبر. قصر قاتل السيخوي الغوضة الشرقية. على وقع تطور الاشتباكات والعمليات العسكرية في المناطق السورية، يحاول المقاتلون المعارضون الزحف باتجاه دمشق مركز النظام في سوريا. وككل يوم جمعة، دعا الناشطون المعارضون الذين يحافظون على وتيرة التظاهرات الأسبوعية منذ بدء الانتفاضة السورية، دعوا إلى تظاهرات جديدة عنوانها ريف دمشق أصابع النصر فوق القصر. المتظاهرون اغتنموا فرصة التظاهرات لإيصال رسالة واضحة إلى الجيش الحر، مطالبين بتطهيره وبالثورة. الله أكبر، عزة الله. في هذه الأجواء تواصلت ليلة الخميس الجمعة المعارك في العاصمة في محيط مطار دمشق الدولي، كما استمرت الاشتباكات في المدن السورية المختلفة وخصوصا شمال البلاد. وأعلن المرصد السوري أن عدد القتلى بلغ أكثر من 41 ألفا منذ بدء الحركة الاحتجاجية. سوريا معزولة عن العالم لليوم الثاني على التوالي، فيما لا تزال الاتصالات عبر شبكة الانترنت والهاتف مقطوعة في كل الأراضي السورية وفق المرصد السوري، في حين عزى مزودو خدمات الاتصالات الأمر إلى تصليح مشاكل تقنية. وفي شأن اللاجئين، أعلنت الأمم المتحدة أن عددهم سيبلغ 700 ألف بداية العام المقبل. ومن طوكيو دعت مجموعة عمل أصدقاء الشعب السوري إلى تعزيز الضغط على نظام بشار الأسد، كما حضت الأسرة الدولية على الوحدة لفرض التغيير في سوريا. وفي نيويورك، أكد المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الوضع الأمني هو العائق الكبير لتقديم المساعدات الإنسانية، في حين أن المواجهة العسكرية مستمرة من دون رادع، مؤكدا أن الخيار الوحيد هو البحث عن تسوية سياسية.